مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون مستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا وتتابعوا مباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة. مباراة جديدة هالمرة لبنانية لبنانية، هالبطولة يلي انطلقت ب 24 شهر وبتستمر لغاية 31 شهر، مشاركة أربع فرق عربية أربع فرق لبنانية. أنا صبح قبلاوي رح أكون معكم للتعليق على هالمباراة، وزميلي زيد تنير على الإحصاءات، وزميلنا المخرج إبراهيم مكداش على إخراج الرياضة. البداية رح تكون مع تقديم فريقين الهومنتمن وبيبلوس من الزميل شكيب عكوم بنص الملعب. وصلت الأدوار النهائية بدورة المجموعات. مباراة اليوم رح تجمع نادي بيبلوس من لبنان ونادي هومنتمن من لبنان. بداية رح نبلش سوا بتقديم فريق نادي بيبلوس من لبنان. نمبر 1 ستيفن راونتري، نمبر 6 علي محمود، نمبر 8 عمر ترك، نمبر 10 علي كنعان، نمبر 11 رودريك عيل، نمبر 12 وليد زيدان، نمبر 15 بديع سعيد، نمبر 22 جوني حاتم، نمبر 24 كلاي تاكر، نمبر 40 داريس هاراغروف، نمبر 45 جو ابي خلس، عند كوتش نيناد بوجانيتش. نادي هومنتمن من لبنان. نمبر 0 سيمون نوانيان، نمبر 1 نديم سعيد، نمبر 2 باولو باديكيان، نمبر 3 اتر ماجوك، نمبر 5 جورج ارسليان، نمبر 7 جون جاك هوكبيان، نمبر 9 الي شمعون، نمبر 10 نديم حاوي، نمبر 11 سيفاك كاتمشيان، نمبر 12 كرم مشرف، نمبر 22 دانيال بغداديان، نمبر 88 مايك تايلر، نمبر 32 ديوان جاكسون، عند كوتش جو مجاز. حكام المباراة رباح نجام من لبنان، عادل خويري من لبنان، ونائل طالب حسين من العراق. أكيد اليوم المباراة رح تكون لبنانية لبنانية بإطار مباريات المجموعة الثانية اليوم يلي افتتحت المباريات بفوز نادي النجم الساحلي التونسي بمواجهة المجمع البترولي الجزائري بالوقت اللي عم نشوف فيها تشكيلات الفريقين قبل انطلاقة الجيم، ولكن اليوم بلفتة كتير حلوة التشكيلات يلي تعرفتوا عليهم مع شكيب عكوم، لفتة رائعة من نادي الهومنتمن لا يلي بنص الملعب عم يتصوروا بالهاشتاج سبورت احمد، طبعا لانه احمد ابراهيم اللاعب يلي تم توقيفه من قبل المنظمه العالميه للمنشطات جي مانوكيان واداره نادي الهومنتمن وجمهور نادي الهومنتمن. وانا بدي اقول انه كل حدا قادر يساعد احمد ابراهيم على انه يخفف عنه هالتوقيف سنتين، لانه احمد خساره للباسكت بول اللبناني انه يوقف سنتين، خساره لمتعه الباسكت. كل حدا فينا ممكن يغلط بالحياه باي شيء بمنشطات بغيره، ولكن احمد ابراهيم بيستاهل انه نحن كل واحد بيقدر بالرياضه يساعده لانه احمد لاعب كبير واحمد نكهه للباسكت بول. واكيد جمهور الهومنتمن يلي اطلق هالهاشتاج سبورت احمد، بدنا نقول اليوم هيدي المباراة في حال فاز الهومنتمن اليوم رح يكون تأهل هو والنجم الساحلي التونسي للمباراة النصف النهائية. بداية مع النشيد الوطني اللبناني.
إذن نشيد نادي هوملتمن بعد النشيد الوطني اللبناني وقبل انطلاعة المباراة. ثلاث حكام على أرض الملعب، رباح نجيم وعادل خويري والنائل حسين من العراق. طبعا رباح نجيم وعادل خويري من لبنان، حكام اللبنانية اللي موجودين بهالبطولة أول خمسة من ناحية نادي بيبلوس عم بيكونوا على أرض الملعب. اللاعب رقم 24 كلي تاكر لاعب ريال مدريد السابق وواحد من أفضل اللاعبين اللي قطعوا بالدوري الإسباني، وعلي محمود وبديع سعيد وعلي كنعان. أما من ناحية الهوملتمن والكوتش جون جاعس ومايك تايلر وكرم مشرف ونديم سعيد ودوين جاكسون وأتر ماجوك، اللاعب يلي ظهر بمستوى ممتاز بأول مباراة للهوملتمن ربحوا فيها على مجمع البترول الجزائري بأولى مباريات بدور حسام الحريري، بالوقت يلي تاكر عم يسجل على الأرك 3 بوينت. الريباوند عم بيكون لمايك تايلر يلي كمان بأول جيم كان واحد من نجوم الهوملتمن، ومايك تايلر عم بيسجل اول ذا واي، بيطلع بكل الملعب مع البورد بيسجل مايك تايلر، تقدم 2-0 للهوملتمن بداية هالجيم. اليوم اذا فازوا الهوملتمن رح تكون مباراة النهار السبت الساعة 2:30 بالليل مع النجم الساحلي التونسي بطل العرب على صدارة المجموعة الثانية. بالوقت يلي بلش الشو ما بين مايك تايلر ودون جاكسون. يعني الهوملتمن فريق ممتع من ناحيه الشو لانه عنده لاعبين بيهووا السلام دانكس اللي هن دوين جاكسون واتر ماجوك، اثنيناتهم بحبوا كثير يستعرضوا، وخاصه دوين جاكسون اللي بيلعب كثير مع الجمهور. ولكن المشكله الكبيره كانت عند الهوملتمن على الرغم من انه فازوا باول مباراه كانت الفاول ترابل عند اللاعبين الاجانب تحديدا عند اتر ماجوك ودوين جاكسون. هم اعاده هالميله رائعه هالتمريره من لاعب نادي المتحد سابقا مايك تايلر. ليتاكر يستلم الطابه من هاري جروف البوينتر اللي كان سنما برومانيا، بالوقت يلي اول 3 بوينت بالمباراه لنادي بيبلوس عم تتسجل من قبل ليتاكر. يعني طبعا اول جيم ما شفنا منه بكثير لهاللاعب الاجنبي، بس بعد اول جيم له بلبنان واول جيم مع نادي بيبلوس اساسا يعني الكامستري ما رح تكون موجوده من اول وثاني مباراه. بالوقت يلي كثير بعيد جاكسون عن الارك 3 بوينتس بيسجل بيبلوس يلي فريق جديد كليا. علي كنعان لبديع سعيد، وصل عند علي كنعان على الفوز، علي سعيد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، نديم سعيد هو اللي بيلتقط الريباوند، ودوين جاكسون وصلها لعند اتر ماجوك. في خطا لمصلحه اتر ماجوك اساسا، يعني في مس ماتش كانت بينه وبين بديع سعيد، وطبعا لو استلم اتر ماجوك تحت لاعب مزعج كل اللي ما حضروا باول جيم، لاعب ممتاز لاعب السودان الاسترالي. تسديده من نديم سعيد عن ارك 3 بوينتس ما بتتسجل، علي محمود بيلتقط الكره ولكن ترانزيشن ديفنس كانت سريعه، علي كنعان كمان عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، بديع سعيد بيلتقط هو الاوفنسيف ريباوند بتخلي السكند تشانس لمصلحه نادي بيبلوس. علي كنعان ما استلم الطابه بالوقت يلي دوين جاكسون، الشو عم بيكمل من نادي الهوملتمن ودوين جاكسون عم بيسجل. دوين جاكسون 9-3 التقدم للهوملتمن على بيبلوس. علي محمود ليتاكر عن ارك 3 بوينتس، تاني وحده بيسجل منها. انا اكيد باول جيم قلت لكم بده وقت لحتى يظهر بالمستوى اللي عاده معروف عنه ليتاكر، ولكن دوين جاكسون بلش بطريقه ناريه. نقاطه لهلا لدوين جاكسون 10 نقاط، 2 من 2 عن ارك 3 بوينتس، وهاري جروف عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لنديم سعيد، الفاست بريك وقفك ليتاكر بخطا. 2 من 7 عن ارك 3 بوينتس لنادي بيبلوس لهلا بالجيم، وهي السلام دانك من ادوين جاكسون. 2 من 3 عن ارك 3 بوينتس للهوملتمن. بحب كثير يلعب مع الجمهور دوين جاكسون، دائما عنده حركات حتى بتقديم الفريقين، شفنا كيف
طلع وقف عند الجمهور قبل ما يروح على نص الملعب. علي محمود عم يدافع عليه مايك تايلر. علي عم تعرض لبرشر من مايك تايلر. كلي تاكر بيلعب بكل خبرته اكيد بالليغا اللبنانيه، خبره الاي سي بي باسبانيا، بالوقت يلي علي محمود ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس. ثامن اتمت لنادي بيبلوس عن ارك 3 بوينتس. دوين جاكسون هالمره اير بول، هالمره اير بول وبيعتذر من الجمهور دوين جاكسون. علي محمود بول هاندلر نادي بيبلوس. بديع سعيد كلي تاكر على البوست بيسدد من نقطتين. هيدا هو يمكن المستوى يلي من المفترض بانتظاره نادي بيبلوس وإدارة نادي بيبلوس. واليوم يلي عم يتابع المباراة من عن المنصة الرئيسية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ وليد نصار وجي مانكيان والعديد من الشخصيات وكمان رئيس مجلس الأمنة بنادي بيبلوس الأستاذ نديم نبيل الحواط. بالوقت يلي دوين جاكسون عم بيسجل نقطته ال 12 بالجيم، 12 نقطة لدوين جاكسون أفضل سكورر اليوم. إيباين دودي اللاعب النيجيري ما بيلعب بصفوف نادي بيبلوس، يلي راح يلعب كأجنبي اليوم هو ستيفن راوند 3 لاعب جديد عم بيدخل على تشكيلة نادي بيبلوس. دوين جاكسون بيلتقط الريباوند ومايك تايلر بوصلها لأتر ماجوك على البوست، معه بديع سعيد. اوه في ووكينج، في ووكينج، ولكن شفته، شفته اللي كنت عم بحكيه، لاعب استعراضي وفعال جدا. ستيفن راوند 3 عم يدخل على الملعب ليصيروا ثلاث اجانب بارض الملعب لنادي بيبلوس قبل خمس دقائق على نهايه الكوارتر الاول. علي محمود هاري جروف على البوست في خطأ، خطأ على أتر ماجوك العملاق رقم 3 بنادي الهومانتمان، أول خطأ على أتر ماجوك بالمباراة. الكرة راح تكون أوت أوف باوند. كلي تاكر من نقطتين اير بول ما بيسجل منها، الفاست بريك مع مايك تايلر. مايك تايلر بيخسر الكرة وبتبقى البوسيشن لمصلحة الهومنتمان اوت اوف باوند. مايك تايلر سكورر هالبوينت جارد. نديم سعيد، نديم بيروح على الباسكت، نديم السعيد ما بيسجل، لا بيسجل هو لأنه ما استطاع ابدا اتر ماجوك. النقطتين لنديم سعيد، الفارق 8 نقاط 16-8. هاري جروف اوه حلوه كثير الطريقه اللي بيسجل فيها اللاعب هاري جروف البوينت جارد بصفوف فريق بيبلوس. في خطا، خطأ على اللاعب مايك تايلر، لا على علي محمود، خطأ الأول على علي محمود، أول فاول على علي محمود. نشوف بالإعادة كيف حمى طابته بشكل رائع داريوس هاري جروف. دوين جاكسون، دوين لعند نديم سعيد عن أرك على 3 بوينتس ما بسجل. نديم سعيد هاري جروف مرة جديدة طلع هو الطابة، هاري جروف وصلها لعند علي كنعان، اوبن شوت لعلي محمود عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. وستيفن راوند 3 بيسجل بأول اوفنسيف ريباوند له، بنزل الفرق ل 4 16-12. بعيد كثير مايك تايلر عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، كرم مشرف بيعمل الاوفنسيف الريباوند ومايك تايلر ما بيسجل، وأتر ماجوك بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيحصل على الخطا. اول مرة رح يوقف على الفري ثرو لاين. اي بالاعادة عم نشوف الخطا
عاطر ماجوك بيسجل عن الفري ثرو لاين ولانياتو بالجيم وبيسجل الثاني مترين وثماني سنتيمتر. تسديده بعيده من كلاي تاكر. اوه هيدا مستوى لاعب كان بريال مدريد بالاي سي بي، هيدا مستوى لاعب كان رابع افضل سكورر بالاي سي بي. كلاي تاكر دبل فيجرز 11 نقطة. دوين جاكسون باسكت ان لدوين جاكسون، 14 نقطة لدوين جاكسون افضل سكورر لهلا بالجيم، وبيعطي التقدم لهومنتمن بفارق 5 نقاط. دوين جاكسون عن الفري ثرو لاين بيسجل ونقاطه بصيروا 15 من اصل 21 نقطة مسجلهم لهومنتمن لهلا. بكرة أكيد كل اللي بده يتابعوا مباراة الرياضي اللبناني وجمعية سلة المغربي، بكرة المباراة الساعة 5:30 بعد الظهر بدلا من 8:30 بالليل استثنائيا فقط، لأنه بكرة رح ينقل تلفزيون المستقبل أيضا المقابلة. وهيدي شو، هيدي شو جديد من أتر ماجوك. بكرة فأزن الرياضي وجمعية سلة الساعة 5:30 بسبب نقل وقائع المقابلة اللي رح يجريها الزميل مارسيل غانم مع الرئيس سعد الحريري. 9:30 بالليل، أما سبت أحد تنين المباريات 5:30 و8:30. مايك تايلر الشو مرة جديدة، ولكن هالمرة ما بتكمل. دوين جاكسون ما بيكمل الأسيست اللي كان عم بيوصل له إياه مايك تايلر، والبوسيشن بتنتقل لمصلحة بيبلوس. عم نشوف هون بالإعادة ما قدر يكمل هالأليوب. عمر ترك عم يتحضر ليدخل لأرض الملعب. بيبلوس السنة لاعب من الرياضي هو علي محمود، لاعب من الحكمة هو رودريك عقل، اللي صار موجود على أرض الملعب. لاعب من المتحد هو عمر ترك كلبناني ومايك تايلر كأجنبي، يعني كان عنده عدة تعاقدات خلال الصيف نادي بيبلوس. شوفوا هون بالإعادة، أساسا في مسمع تشوات على مصلحته، ولكن هو لاعب ممتاز أتر ماجوك. تحت الباسكت ستيفن، أوه بلوك شوت الأول بالمباراة للعملاق أتر ماجوك. دوين جاكسون وبيسجل عن أرك الثري بوينتس، نقطة ال 18، 3 من 4 عن ارك 3 بوينتس لدوين جاكسون. 26-15. جو ابي خرس عن ارك 3 بوينتس برد. جو ابي خرس اللي شارك مع النادي الرياضي بيروت بطل لبنان ببطولة اسيا الاخيرة، واعاره نادي بيبلوس للنادي الرياضي. وجو عم بيسجل اول سلة له عن ارك 3 بوينتس. دوين جاكسون مرة جديدة، هالمرة ما بيسجل. الريباوند جو ابو خرس. رودريك عقل، رودريك بده يسدد اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس وبيسجل اللاعب رودريك عقل بالوقت يلي دوين جاكسون على ارض الملعب. ان شاء الله ما تكون اصابته قوية، لانه رح ننحرم منه اذا كانت اصابته قوية. بيقوم على كل الاحوال، هو عم بيروح على البنش. خلينا نشوف هون تايم اوت طلبوا الكوتش جوم جاعز. طبعا هومنتمن يلي ناقص من عندهم اللاعب الستار هايك، هايك اللي ما في يلعب اي مباراه غير 16 نوفمبر، مباراه طبعا بمشاركه فرق دوليه. هيدا الشيء ببرقيه تلقوها نادي هومنتمن يوم افتتاح دورة حسام الدين الحريري. من السيد أجروب خاتشاريان أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. نشوف هون بالإعادة شو اللي صار. نزل بدعسة غلط. دوين جاكسون بيرجع بينزل على المباراة.
مايك تايلر لدوين جاكسون. عمر ترك بيعمل الستيل فاست بريك مع نادي بيبلوس. ستيفن راوند تريب بيسجل راوند تريب وبينزل راوند تريب بيسجل نقطته الرابعة بالجيم. أربع نقاط لستيفن. 23-26. مايك تايلر. مايك تايلر كان بانتظار التمريرة أتر ماجوك. مايك تايلر بطريقة حلوة كتير بيسجل مايك تايلر نقطة الرابعة بالجيم وبيعطي التقدم بخمسة للهومنت من 28-23. ستيفن راوند 3 لكلاي تاكر بده يسدد من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لمايك تايلر وانتهى الكوارتر الأول 28-23. قبل ما نروح للبريك بدي نروح لعند زميلنا زيد تنير لناخذ ابرز الارقام بالكوارتر الاول. نعم صبحي، يعني بالفعل الكوارتر الاول كثير منيح كان من ناحيه فريق نادي هومنت. من قدروا لهلا يسيطروا على الريباوند، صار معهم لهلا 14 ريباوند، اما فريق بيبلوس عندهم بس لهلا 5 ريباوند. هذا الشيء يمكن يترجم لفورس تحت السله، طبعا عم يعملها أتر ماجوك، عم يخلقها من التالنت تبعيته اللي عنده اياها. وبالريباوندز يعني عم نشوف يعني مثل ما كنت عم بتقول يعني في فارق واضح بالريباوندز. اكزاكتلي، يعني لنشوف الجيم كيف حتمشي يعني، بس لهلا الجيم اكيد بعدها منا واضحه. اتس فيري كلوز جيم. جود لك لبوث تيمز. اكيد خلينا نروح لاول بريك معنا لليوم قبل ما نرجع نتابع الكوارتر الثاني من هالمباراه. عودي نحن وياكم مشاهدينا للمنارة، عودي لقاعة الرئيس صائب سليم، عودي لمباريات دورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة. البطولة اللي انطلقت ب 24 الشهر الحالي بتستمر لغاية نهار الاثنين ب 31 الشهر، وبمشاركة 8 فرق، 4 فرق عربية 4 فرق لبنانية، ومشاركة عربية من العيار الثقيل تونس الجزائر المغرب والعراق. بالوقت اللي دوين جاكسون ما عم ينجح انه يترجم هالباس من مايك تايلر. عمر ترك اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. عمر ترك وعلي محمود من المفترض يكونوا حافظين لهي السله اكثر من كل اللاعبين. أتر ماجوك على البوست مع جو ابي خرس، حلو كثير التمريره لعند كرم مشرف، ممتازه ممتازه. وكرم كان ذكي كثير، عرف كيف يسجل مع الباكورد ويعطي التقدم بسبع نقاط لنادي الهومنتمن على نادي بيبلوس. جمهور اليوم جمهور الهومنتمن امتلى ملعب الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمناره. عاده يعني هيدا الملعب ما حدا بتليه غير جمهور النادي الرياضي. اليوم بدوره حسام الحريري عم نشوف الجماهير موجوده بالملعب دائما. أتر ماجوك بيطلع على البنش لا يرتاح، بيدخل بدلا منه نديم حاوي. هاري جروف دخل كمان لارض الملعب من قبل نادي بيبلوس بدلا من كلاي تاكر. نديم سعيد عم يتحضر ليدخل هو كمان بدوره بصفوف نادي الهومنتمن. هاري جروف، ارك روف لجو ابي خرس عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين راح يكون بالنهايه؟ لرودريك عقل، لازم يسدد رودريك عقل. بينتقل ثواني بهالوقت ولكن الكره جرب يوقفها بقدمه رودريك عقل. وكرم مشرف راح يطلع من الملعب وراح يدخل بدلا منه نديم سعيد. مايك تايلر لدوين جاكسون معه جو ابي خرس. دوين جاكسون من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لعلي كنعان، اول ريباوند بالمباراه لعلي كنعان، سابع ريباوند لنادي بيبلوس بالجيم بمقابل 15 ريباوند لنادي الهومنتمن. هاري جروف بيتعرض للخطا، اللاعب يلي حاصل على الجنسية الرومانية ليلعب مع المنتخب الروماني، هو طبعا بالأصل أمريكي.
ريك عال اوت اوف باوند بيوصلها لمين ستيل من مايك تايلر. تين ستيل بالجيم لمايك تايلر بيحصل على الخطا. لاعب سوبر ممتاز مايك تايلر نائب رئيس النادي الرياضي المهندس تمام هشام الجارودي اللي بيتابع كل المباريات اللي بتصير هون على الملعب. نديم سعيد نديم حاوي حاوي بيجرب يلعب على علي كنعان بينجح على حاوي الموفات اللي بيعملهم دايما نديم حاوي بيكونوا ذكايا كثير بيجبروا للكوتش انه كوتش نادي بيبلوس يطلب التايم اوت. كيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الاستاذ وليد نصار والى جنبه جي مالكيان ورئيس نادي بيبلوس جون مارك خالد. He's not a great driver, but we have to show. He's showing now, so help him up. Yeah, keep training from up. Keep training from up. We need to get stops to win the game. انتهاء التايم اوت. انتهاء التايم اوت 7 دقائق و44 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من الجيم. افضل سكور بالمباراة على دوين جاكسون معه 20 نقطة. ثاني افضل سكور بالجيم هو كلاي تاكر معه 11 نقطة. ولأعلى سكور لهلا بالجيم رودريك عائد. علي كنعان لهاري جروف ما بيسجل. هاري جروف الريباوند لرودريك عائد بيتعرض للبلوك شوت. علي كنعان تحت الباسكت بيتعرض كمان للبلوك شوت. عم تسمعوا اكيد صوت جمهور كبير لنادي هومنت من اليوم. هاري جروف البوينت جارد الاجنبي لفريق نادي بيبلوس بيعمل تورن اوفر. خامس تورن اوفر بالجيم على نادي بيبلوس. مايك تايلر لعند دوين جاكسون بوجه في علي كنعان. مايك تايلر هو بده يسدد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. هاري جروف داريس هاري جروف بتقطع الريباوند. اجنبيين فقط من نادي هومنت من على ارض الملعب بالمقابل اجنبي واحد بس من بيبلوس. علي كنعان عم بيكون في دبل تيم مجرد ما اللاعب يستلم الطابه على البوست. عم نشوف عم يدبوا اثنين بسرعه من هومنت من. وهذا الجمهور كمان يلي عم يتابع من نادي بيبلوس. <تصفيق> 34 23 تقدم 11 نقطة للهومنتمن على بيبلوس. تبديل مايك تايلر بيطلع ليرتاح بيدخل بدلا منه سيفاك. سيفاك طبعا يلي من نجوم نادي هومنتمن ايضا. الكوتش جون جاعس اللي عم يعمله هو عم بيجرب قد ما في تكون الروتيشن على عدد كبير من اللاعبين. هيك بطولات مكثفة بطولات مجمعة تنلعب بعشرة ايام او 8 ايام. بدك الكوتش يكون كتير ذكي ليعرف كيف يستخدم طاقة لاعبينه بالوقت يلي عم يسجل بايده الشمال اللاعب الي شمعون. اولى نقاط بالجيم لالي شمعون الاوفنس لمصنعة نادي بيبلوس. عمر بترك مرة جديدة عن ارك 3 بوينتس ما عم بيسجل. بيبلوس مسجلين 5 من 18 عن ارك 3 بوينتس بمقابل 3 من 9 لنادي هومنتمن. نديم حاوي على البوست معه علي كنعان. نديم حاوي ما بيسجل الريباوند لرودريك عقل بيعمل كنترول على الطابه. رودريك عقل هومنتمن مسيطرين سيطرتين مع الجيم. علي كنعان بيسجل. علي كنعان
علي كنعان اولى نقاطه بالجيم مع 2 ريباوندز لعلي كنعان. نديم سعيد نزل ريتم الجيم بالكوارتر الثاني. الهومنتمن طلعوا بريتم كثير عالي باول كوارتر، سيطروا على تيمبو المباراة وحاليا عم بيلعبوا بكل رواق، هن مسيطرين على الجيم، اخذوا بيبلوس على الميلة اللي هن بدهم اياها. طبعا يعني بدي ارجع اذكر انه بيبلوس فريق جديد بمعظم لاعبينه، ديوارك سبانسر اللي عم يتابع المباراة الى جانب كمان مدير فريق النادي الرياضي مازن طبارة. بلال طبارة كمان موجود عم بيتابع المباراة. نزار الاستاذ نزار الرويس والاستاذ سعد الدين البركي من نادي الفداء صيدا، الاستاذ نبيل الحواط والسيد جودة شاكر. علي كنعان، هاري جروف توصل لعند رودريك عقل عن ارك 3 بوينتس، ما موفقين بيبلس ابدا اليوم على ارك 3 بوينتس، يعني البرسنتج غير انها متدنيه عم تاذيهم لانه ما عم يقدروا يلحقوا بنادي الهومنتمن. تحت الباسكت حلو كثير هالاسيست من رودريك عقل لعند بديع سعيد يلي بيسجل من تحت الباسكت، فارق بينزل ل 11 نقطه 38 27. نديم سعيد مان تو مان ديفنس من نادي بيبلوس بالوقت يلي دوين جاكسون ما بيسجل عن ارك 3 بوينت. علي كنعان عم يلتقط الريباوند الثالث لإله، الريباوند رقم 11 لنادي بيبلوس. لهلا الهومنتمن 3 من 10 نسبه 30% عن ارك 3 بوينت، وهاري جروف بيتابع سوء التوفيق عن ارك 3 بوينت للبيبلوس وبياخذ اتامب جديده اليوم. داريس هاري جروف 0 من 3 عن ارك 3 بوينت للاعب الامريكي الروماني. نائل حسين الحكم العراقي بيحتسب خطا على اللاعب سيفاك، ودخول اتر ماجوك ودخول مايك تايلر على ارض الملعب. دخلت القوه الضاربه عند جوم جاعس ونادي الهومنتمن. علي كنعان بعتقد انه هلا الكوتش بين ال الكوارتر الثاني والثالث بالاستراحة رح يركز على الاتمتس دكتار يلي عم ياخذوهم نادي البيبلوس عن ارك 3 بوينتس. يعني نيناد شايف طبعا بالاحصاءات 5 من 20 ودائما عم بيستعملوا ارك 3 بوينتس بشكل كثير عالي نادي بيبلوس. هاري جروف بيسجل وهاري جروف بيستفيد كمان من فرصة الاند وان، وهاري جروف عم يعمل نقاطه 6 نقاط، 2 من 2 على الفري ثرو لاين، 2 اسيست وريباوند 1 لهلا بعد ما لقى شوطه عن ارك 3 بوينتس. داريوس هاري جروف هو كلي تاكر صاروا على الملعب، مايك تايلر بتعرض لبلوك شوت من علي كنعان. يعني اساسا هو اكثر كان بده يمرر باس اكثر من انه يسدد. دوين جاكسون، دوين جاكسون لأتر ماجوك مع علي كنعان، أتر ماجوك بده يلعب على علي كنعان ما بيسجل، الريباوند لكرم مشرف، ثاني اوفنسيف ريباوند بالجيم لكرم مشرف جرب. وكرم مشرف لهلا إذا عم نطلع على الريباوندز أفضل ريباوندر كرم مشرف ب6 ريباوندز التقطن كرم من أصل 18 ريباوند التقطن نادي الهومنتمن لهلا بالمباراة اللي عامل فارق 8 نقاط قبل 3 دقائق و47 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. لقى الجاب تحت الباسكت وين جاكسون وبيستعرض بطريقته وبيعمل هويته بكبس السلة ونقطة ال 24 والاسيست كانت من المتر. نديم سعيد المحامي نديم سعيد
يعني غير انه ناجح عنده اكاديمي لاله باسمه نديم كمان محامي مع والده ليتاكر من نقطتين بيهرب من الديفنس ولكن ما بينجح انه يسجل دوين جاكسون لأتر ماجوك أتر ماجوك لدوين جاكسون صارت هارلم هون اوه لو كملها يعني هو على الارض شفنا كيف دوين جاكسون بمحافظ على الكنترول خلينا نشوفها من هاللقطة لهالاليوب لقى جاب كتير كبيرة تحت الباسكت دوين جاكسون جمهور الهومتمن عم بيولع الملعب بهالاوقات الريبون لستيفن راوند 3 علي محمود رجع دخل لارض الملعب ثلاث اجانب ولبنانيين تحت ال اوه دوين جاكسون عم بيستعرض كمان علي محمود لهاري جروف عن ارك 3 بوينتس واول سله عن ارك 3 بوينتس لهاري جروف بيعمل نقاطه 8 وحده من 4 لهاري جروف عن ارك 3 بوينتس و6 من 21 لهاري جروف واتر ماجوك عم بيبرم وياي بيستعرض اتر ماجوك بسله بيبلوس بيعمل الفارق 10 مرة جديدة 43 33 نقطة السابعة لأتر ماجوك هاري جروف عم بدافع عليه نديم سعيد هاري جروف بده ياخذ هو كمان الاتمت عن ارك 3 بوينتس مصرين على ارك 3 بوينتس نادي بيبلوس بالوقت يلي كرم مشرف بيوصل الطابة لدوين جاكسون توصل عند مايك تايلر مايك تايلر ذكي كثير من نقطتين بيسجل واثق كثير من صوته مايك تايلر وقت اخذ الاتم دغري بيرجع على الديفنس عارف صوته قديش ركز نقطته السادسه 12 نقطه التقدم للهومتمن على بيبلوس ليتاكر وصلها لعند بديع سعيد في خطا من نديم سعيد على بديع سعيد على كل الاحوال كمان يعني المباراه يلي عم يتابعها جمهور كتير كبير بلبنان وبرات لبنان مباراة الهومنتمن وبيبلوس بكرة بذكر مباراة الرياضة وجمعية سلا المغربي على صدارة المجموعة الأولى الساعة 5:30 بعد الظهر بدلا من 8:30 بالليل استثنائيا بس بكرة بسبب مقابلة الرئيس سعد الحريري مع الزميل مارسيل غانم كمان بدي وجه تحياتنا لبطل لبنان بالسكي جورج سلامي يلي عم يتابعنا بهالجيم بديع سعيد جرب يسجل بس اكيد الديفنس رح يكون مزعج جدا من اتر ماجوك مايك تايلر بيحصل على الخطا مايك تايلر بقيم لاعبين وطالع على الباسكت معه مايك تايلر دقيقه و 42 ثاني لنهايه الكوارتر الثاني تايم اوت للكوتش جوم جاعس المباراة دقيقة و 42 ثانية فازا 45 33 والواتساب شغال بجيم وين ما كان ما
مايك تايلر بيسجل عن الفري ثرو لاين. مايك تايلر بيعمل نقاطه السبعة. جمهور لومنتمن رح اترككم مع هاللوحة الجماهيرية الحلوة. علي محمود بالكرة الريباوند لكلي تاكر بعيد كتير، جرب ياخذ الاتم. هاري جروف بده يخترق على الباسكت، بوصل يا اوبن شوت لكلي تاكر عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. اتر ماجوك بالكرة الريباوند، وكرم مشرف لاعب فعال ولكن بطريقه صامته. كرم مشرف يعني بتطلع عامل 7 ريباوندز لهلا بالجيم. كلي تاكر بينجح يعمل الستيل وبزكب بيضرب الطابه بنديم سعيد وبيخلي البوسيشن تنتقل لمصلحه نادي بيبلوس باخر دقيقه وتسع ثواني على الكوارتر الثاني. علي كنعان لعند هاري جروف، اوبن شوت لعلي محمود تسديد عن ارك 3 بوينتس بيسجل منه علي محمود، والفارق بينزل ل 10. سابع 3 بوينت بالجيم لبيبلوس من اصل 24، وعلي محمود لهلا اول وحده من ثلاثه معه 2 ريباوندز و2 اسيست. ومايك تايلر بجرب يحصل على الخطا من علي كنعان، ولكن باقي 9 ثواني لنهايه الكلوك فايوليشن وتايم اوت جديد للكوتش جوم جاعس قبل 36 ثانيه على نهايه الكوارتر الثاني. أجمل السلات ستة وثلاثين ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. ميناد بعده عم يعطي تعليماته. طابة رح تكون من الاوت اوف باوند. كرم مشرف، كرم مشرف لمايك تايلر. مايك تايلر معه علي محمود عم يدافع عليه. أتر ماجوك بيستلم معه علي كنعان. أتر ماجوك بيبرم، تبقى الكرة لمصلحته. انتهاء التسع ثواني والكلوك فايوليشن، والحكم بيوقف اللعب لتنتقل الطابة لمصلحة نادي بيبلوس. اوت اوف باوند 25 ثانية بيطلب منها تايم اوت. ليش عم يطلبوا هالقد تايم اوتس الكوتشيه؟ لانه هيدي بطوله تحضيريه فريندلي تورنمنت، وبالتالي كل كوتش بده يجرب كل شيء عم بيدربه خلال البري سيزون لحتى يفوت على البطوله لبنان او اي بطوله ثانيه عنده اياها جاهز فنيا. بكل الاحوال خلينا نسمع التعليمات. Remember something, any inbound play from here, they won't, but if they go to flag the pass, two man is hitting five man. He comes up for the pass, he's gonna play four. Now, there's a back screen coming for the big, and now he pops out for the shot. So this guy, defending this guy, jump for this. الطويل واحمد الحريري مراقب المباراة. سعيد عبدو وايمن نعماني
اما حكام ارض الملعب اليوم نائل حسين من العراق، رباح الجيم وعادل خويري من لبنان. عادل خويري اللي راح يروح مع النادي الرياضي الى بطولة الاندية العربية بتونس الشهر الجاي من 10 ولغاية 20 تشرين الثاني بمدينة سوسة التونسية، يعني ارض ملعب النادي النجم الساحلي التونسي. علي محمود عم دافع عليه مايك تايلور، لنشوف شو كانت الخطة اللي رسمها نيناد، كيف رح تنفذ على ارض الملعب. علي محمود بول هاندلر ممتاز، علي محمود بيهرب علي بصلح، حلو كتير يا علي محمود. علي محمود من البوينت جاردز الافضل اللي قطعه بتاريخ الباسكت اللبناني، وعلي بيوصل الاسيست لستيفن. راوند 3 بالطريقة الرائعة، انتهى الكوارتر الثاني 46 الهومنتمن 38 بيبلوس. وعلى كل الاحوال مشاهدينا يعني مباراة حماسية مثيرة، الجماهيرية زاد. شو ابرز اللي صار بالكوارتر الاول والثاني؟ ما قادرين يلقطوا الريذم طبعا عن 3 بوينت، اخذين 24 اتمت سوري، حاطين من اصلهم بس 7. فريق هومنتمن لاقى حاله، عارفين حاله منه بالريذم 3 بوينت، فلهلا اخذ بس 11 اتمت وحاطط منهم 3. الفارق الواضح كمان عم بيكون الريباوند، فريق الهومنتمن لهلا معه 22 ريباوند، اما فريق بيبلوس معه بس 14. صحيح، وهيدا واضح، وخاصه ان الهومنتمن عم يلعبوا الانسايد جيم اكثر، صاروا عم يعملوا بنتريشنز على الباسكت. على كل الاحوال مشاهدينا الاثاره والحماس مكملين معنا، رح نروح لبريك قبل ما نرجع للكوارتر الثالث والرابع من هالمباراه، انطرونا. نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، عودة لمباريات بطولة حسام الدين الحرير الدولية بنسختها 26 لكرة السلة، مباراة الهومنتمن اللبناني وبيبلوس اللبناني والمنصة الرئيسية، وهيدي اجتماعات باسكت بول انتخابات اتحاد لبناني لكرة السلة. ليش؟ لأنه كيما كان امبارح أو المباراة اللي قبل امبارح كان دعم فيها طبعا بقاء الرئيس وليد نصار، اللي حاليا كمان عم تشوفه بحديث جانبي مع امين سر النادي الرياضي الاستاذ مازن دباره، وبالنص باين طبعا النائب رئيس النادي الرياضي المهندس تمام الجارودي، نجل رئيس النادي المهندس هشام الجارودي. يعني في احاديث جانبيه عده صارت على المنصه الرئيسيه، ولكن اللي قاله جيمان كان من يومين كان صريح جدا، هو مع بقاء الاتحاد الحالي ومع بقاء رئيسه وليد نصار بظل معركة انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة. وأكيد يعني الانتخابات راح تكون حامية، وخصوصا بظل أنه في حديث عن أرقام كبيرة بعائدات النقل التلفزيوني، مش مثل ما كان يصير بالسنين اللي قبل.
على كل الاحوال المباراة عم تكون حماسية جدا. بدي اقول لك كل المشاهدين انه بكرة استثنائيا راح تكون مباراة الرياض اللبناني وجمعية سلا المغربي على صدارة المجموعة الاولى الساعة 5:30 بعد الظهر بدلا من الساعة 8:30. بكرة 5:30 الرياضي سلا، دخول الى الملعب اكيد لجمهور النادي الرياضي وجمهور لومنت من وبيبلوس وهوبس وكل الجماهير مجانا، ما في تيكتس، وبالتالي بكره الجيم راح تكون حاميه بين سلا والرياضي. علي محمود وكلي تاكر وداريوس هارجروف، علي كنعان وستيفن راوند تري هن الخمسه من قبل نادي بيبلوس، اما نديم سعيد وكرم مشرف ومايك تايلر واتر ماجوك ودوين جاكسون خمسه من قبل جوم جاعس ونادي الهومنت من بدايه الكوارتر. الريباوند لعلي كنعان، رابع ريباوند بالجيم لعلي كنعان. كلي تاكر لهارجروف على ارك 3 بوينتس، ما بيسجل هارجروف الريباوند. مين راح يكون لعلي كنعان مره جديده لعند هارجروف على البوست مع كرم مشرف. هارجروف اوبن شوت لستيفن الراوند 3 ما بيسجل، اللاعب الامريكي. الريباوند لمصلحه نادي الهومنت من اتر ماجوك، بسرعه بيرجع ليدافع عليه علي كنعان تحت الباسكت، لاعب ممتاز العملاق السوداني الاسترالي بيعمل الفارق 10 مره جديده 48-38. داريوس هارجروف بده يسدد من نقطتين وبيسجل. داريوس هارجروف نقاطه لهلا للبوينت جارد الامريكي عم بيكونوا 10 دبل فيجرز بالنقاط. افضل سكور لهلا بالجيم هو دوين جاكسون يلي عنده نسبه 50% عن ارك 3 بوينتس وسجل 3-6 عن هالمسافه. 24 نقطه لدوين جاكسون. اتر ماجوك عم بيحصل على الخطا والخطا الثالث على اللاعب كلي تاكر اللاعب الامريكي يلي سجل بداية الجيم 11 نقطة وسجل 3-6 عن ارك 3 بوينتس، بعدين غاب عن التسجيل بالوقت يلي اتر ماجوك العملاق يلي عم يسجل 4-6 عن الفري ثرو لاين، عنده 10 نقاط اسيست و3 ريباوندز. اوت اوف باوند الكرة لمصلحة نادي الهومنتمن. مايك تايلر بول هاندلر الهومنتمن، مان تو مان ديفنس من نادي بيبلوس. مايك تايلر لاتر ماجوك، اتر مع علي كنعان بده يلعب تحت الباسكت بايده الشمال. اللاعب عنده ميزه بايديه الطوال، يعني الستيل للاعب الافريقي 100%. الموفات اللي بيعملهم اتر ماجوك، علي كنعان من فوق اتر ماجوك عن ارك 3 بوينتس عم بيسجل علي كنعان نقطته الخامسه بالجيم لعلي كنعان. اول 3 بوينت لعلي كنعان بالجيم، تسديدتين جديد عن الفري ثرو لاين. ستيفن راوتري يلي عم يرتكب الخطا الثالث الشخصي، واتر ماجوك ما عم يسجل على الفري ثرو لاين. 4-7 عن هالمسافه. الثاني ما بيسجل منها كمان. علي كنعان ريباوند جديد، سادس ريباوند لعلي كنعان بالجيم لهلا. مان تو مان ديفنس كمان من الهومنتمن. هارجروف، داريوس هارجروف وجهه في نديم سعيد. هارجروف بده يسدد عن ارك ال 3 بوينتس ما عم بيسجل. الريباوند لكرم مشرف، تاسع ريباوند بالجيم. افضل ريباوندر بالمباراه هو اللاعب كرم مشرف. نديم سعيد ما بيسجل، وكرم مشرف 10 ريباوند، والريباوند بالنهايه بيكون لكلي تاكر لعند علي محمود. علي محمود، علي كنعان بده يسدد كمان عن ارك ال 3 بوينتس وبيسجل. علي كنعان عن ارك ال 3 بوينتس بينزل الفارق الى 5. علي كنعان كان عم يطلب خطا من الحكام، الثلاث حكام على ارض الملعب اليوم. مايك تايلر جرب يوصلها لعند اتر ماجوك ولكن في تورن اوفر على مايك تايلر. الثلاث حكام اليوم حكمين من لبنان، رباح الجيم وعادل خويري، والحكم نائل حسين من العراق.
ليتاكر لعند داريوس هارجروف يلي بيسجل نقطة 12 وعم بيرجع بيبلوس على المباراة لأنه نزل الفارق لثلاثة 51-48. الهومنتمن بلش الكوارتر الثالث بالريتم كتير بطيء وبالتالي بيبلوس استفادوا من هالشي وقدروا يرجعوا يعملوا كومباك. لهالشي بيطلب الكوتش جون جارس تايم اوت. Offensively, let's go horns. Let's go horns down. Horns down. Don't go all the way. Turn the corner on five man. Turn the corner. Stay here. The team here. Hit, keep hitting your shots. And now, come off. Set in the back screen. Because he's not going to shoot. So if he comes here, right, the screen comes. Okay. Just be in this situation. And if he tries to go around, go with him. Slide with him. التايم اوت. رجعت المباراه لنقطه الصفر. علي كنعان سدد اثنين عن ارك الثري بوينتس كانوا بوقتهم بالكوارتر الثالث. وعلي كنعان يلي اثنين من اربعه عن ارك الثري بوينتس. هو وكلاي تاكر اثنيناتهم عندهم نسبه 50%، بينما هاري جروف واحده من سبعه. على الرغم من انه افضل سكورر بنادي بيبلوس هو هاري جروف، كرم مشرف من نقطتين ما بيسجل، نديم السعيد بيلتقط الاوفنسيف ريبوند وبيخلي الطابه لمصلحه الهومنتمن. عنده فرصه جديده على الاوفنس مايك تايلر، بيسجل عن ارك الثري بوينتس مايك تايلر. نقطه العاشره لمايك تايلر، ثلاثة اسيست وخمسة ريباوند للاعب رقم 88 مايك تايلر. داريوس هارجروف ستيفن راوند 3 بده يوصلها لعند جو بالخرس، ودوين جاكسون بيعمل البلوك شوت. دوين جاكسون وهارجروف بخلي الطابه لمصلحه بيبلوس. علي محمود بوسيشن تبقى كمان مره لمصلحه نادي بيبلوس. دوين جاكسون عمل بلوك شوت كثير حلو من شوي، ولكن الطابه رح تروح اوت اوف باوند. مرة جديدة بتبقى لمصلحة بيبلوس. هاري جروف مان تو مان ديفنس من الهومنتمن. راوند 3 هاري جروف بده يسدد عن ارك الثري بوينتس، ما بيسجل. هاري جروف مصر على هالمسافة. هاري جروف مصر على هالمسافة ووكينج على اللاعب اتر ماجوك. خلينا نشوف بالاعاده البلوك شوت يلي عمله دوين جاكسون. مر علي محمود، علي محمود توصل لهاري جروف جديده للراوند 3، ولكن بلوك شوت جديده لدوين جاكسون. بلوك شوت جديده لدوين جاكسون. عم بيرجع يصحي جمهور الهومنتمن، وهيدي الاعاده هالبلوك شوت لدوين جاكسون. خمس دقائق و 34 ثانية لنهاية، خمس دقائق و 34 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. راوند 3 مع دوين جاكسون. راوند 3 في خطأ على اللاعب دوين جاكسون، أول خطأ بالجيم على دوين جاكسون. خلينا نشوف هون من هالكاميرا البلوك شوت. حلو كثير هاللقطة. كراستين من دوين جاكسون. دوين جاكسون رايح على الشو. دوين جاكسون رايح على الشو وبيسجل نقطة 26. والبريس اللي عم يعمله نادي الهومنتمن بلش فيه بعد تسجيل الباسكت بسرعة الكوتش جون جاعس.
الكرة راح تكون لمصلحة نادي بيبلوس مرة جديدة. أنا أشوف الإعادة هون دوين جاكسون يعني فقد الكنترول هو أول ما عمل الستيل. لو الطابة كانت كمشة من الأول كنا بعد شفنا شو أجمل بكتير من دوين جاكسون. هارغروف بده يهرب من الديفنس لجو ابي خرس. جو ابي خرس اوبن شوت لعلي محمود ما بيسجل منه علي. وراوند 3 بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيسجل النقطة الثامنة له مع خمسة ريباوندز للاعب ستيفن راوند 3. وين مايك تايلر لدوين جاكسون. دوين جاكسون اوبن شوت على ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الخطا على نديم سعيد. خطا على نديم سعيد. خلينا نشوف هون اعتراض على التحكيم من نيناد وعادل خويري ورباح نجيم. طبعا بيعرفوا كثير منيح كيف يتعاملوا مع الضغط وبيعرفوا كثير منيح كيف يسيطروا على المباريات وهذا شيء طبيعي بهيك كلوز جيم. اوت اوف باوند الكرة لمصلحة نادي بيبلوس. حميان المباراة فارق ست نقاط 56 50. أربع دقايق ونص لنهاية الكورتر الثالث. هارغروف على الأرك 3 بوينتس هالمرة بيسجل. هارغروف ولعت ولعت نزل الفارق لثلاثة. اثنين من الثمانية على الأرك 3 بوينتس هارغروف. كرة لعند إيلي شمعون ما بيسجل. أتر ماجوك عمل الاوفنسيف ريباوند ولكن علي محمود اللي مشهور دائما انه بيعرف كثير منيح كيف يسرق الطابه من اللاعب يلي بيعمل ريباوند. وعلي اللاعب يلي بيعمل ريباوند بنزل الطابه لتحت. علي دائما بانتظاره ليجرب يعمل ستيل. في خطا خلينا نشوف على مين الخطا. شويه احتكاك بين جو ابي خرس ودوين جاكسون. جو ابي خرس ودوين جاكسون حلوين هو اللي بقلب المباراه يعني هذا شيء طبيعي الاحتكاك. والجمهور يلي عم بيرجع يسحب من جديد مع الجيم الحلو كثير 56 53 عم تتابعوه معنا عبر شاشة التلفزيون المستقبل. أربع دقائق و12 ثانية. الأبرز بالمباراة لهلا إنه بعده نادي بيبلوس مصر على أرك 3 بوينتس 10 من 32 ولكن هيدا الشيء يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين. أتر ماجوك تحت الباسكت بيسجل العملاق السوداني الاسترالي يعني جمهور لومنتون ما كان ناقصه مع دوين جاكسون غير أتر ماجوك. أتر ماجوك نو جوك ما في مزح نو جوك ابدا ما في مجال يسجل عند الفري ثرو لاين. فول كورت بريس عم يعملوا لاعبين نادي الهومنتمن على البيبلوس. جو ابي خرس في خطا لمصلحه جو ابي خرس. عم يجربوا دائما يعملوا ترابات لاعبين الهومنتمن بالوقت يلي خلينا في هون شوية حكي ما بين رباح نجيم والكوتش جون جاعس عم بيقول له لازم يخفف البنش. عندك اعتراضات على كل صفرة. ثلاث دقائق و51 ثانية لنهاية الكوتر الثالث 59 53. هومنتمن وبيبلوس بدورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26. هارغروف على الارك 3 بوينتس اير بول من هارغروف. تاسع اتمت لهارغروف بالمباراة 3 دقايق و42 ثانية. مايك تايلر فاصل استعراضي بالدربلينج لمايك تايلر
كنترول اللي عنده اياه ممتاز، بيهرب من الدفاع مايك تايلر، بيبقى محافظ على الطابه، ولكن في خطا على علي محمود، خطا على علي محمود، الخطا الثالث على علي محمود. يعني مايك تايلر عم يتلقى ديفنس صعب انه يقطع عنه لعلي محمود. هاي بالاعاده هون الخطا اللي احتسب على علي محمود. مايك تايلر على الفري ثرو لاين عم بيسجل 2 من 3 على اركي، 2 من 3 على الفري ثرو لاين لمايك تايلر، 11 نقطة، 3 اسيست، 5 ريباوندز، 10 من 15 للهومنت من على الفري ثرو لاين. مايك تايلر هو بيرجع بالتقط الاوفنسيف ريباوند ولكن ما بيسجل. جو ابي خرس بالتقط الريباوند الثالث لإله بالجيم والريباوند رقم 22 لنادي بيبلوس. بهالمباراة فريق 7 بيرجع بيطلع 53-60. هارجروف معه نديم السعيد من نقطتين، بيسجل داريوس هارجروف نقطته ال 17. هارجروف يلي عم يستفيد من المس ماتش يلي عنده اياها على نديم سعيد. بهالوقت الاتر ماجوك عم يرتكب الووكينج، ثاني ووكينج بالجيم تحتسب على العملاق الاسترالي السوداني اتر ماجوك. تبديل دخول رودريك عقل بدلا من علي محمود. يعني نادي بيبلوس عندهم اثنين من افضل البوينت جارديه بلبنان، علي محمود ورودريك عقل، اثنيناتهم بيلعبوا على البوزيشن 1 بشكل كثير مميز. واحد جاي من الرياضه والثاني جاي من الحكمه. رودريك عقل بديع سعيد، جرب يوصلها لعند هارجروف. عم يلعبوا كثير مع هارجروف لاعبين نادي بيبلوس بالوقت يلي كلاي تاكر على الميل الثاني دائما عم يطلب الطابه. اللاعبين عندهم قدره على التسجيل ونسب عاليه كانوا بالسنه الماضيه، فبالتالي اثنيناتهم بحبوا يمسكوا الطابه اكثر من اي لاعب ثاني. شوفوا هارجروف، هاري جروف لعند رودريك عقل، مايك تايلر هو عم يتابع الدفاع على رودريك عقل بعد ما كان عم يدافع بالسابق على بديله علي محمود. مايك تايلر وصلها لعند كرم مشرف، كرم مشرف بده يوصل الطابة لعند وين جاكسون، جاكسون على البوست وبيسجل، بيعمل الموف وبيسجل دوين جاكسون نقطته ال 28 بالمباراة، وعنده فرصة الاند وان دوين جاكسون. خطر جدا دوين جاكسون وقت تكون الليلة ليلته، وقت يكون بنهاره وعم بيسجل، كثير خطر اللاعب دوين جاكسون. نقطته ال 29، 4 من 4 عن الثري ثرو لاين، 3 من 8 عن ارك الثري بوينتس، 63-65. كمان جرب هون يعمل الستيل دوين جاكسون، رودريك عقل. دوين جاكسون مرة جديدة عم بيدافع بطريقة ممتازة بالكوارتر الثالث، دقيقتين وسبع ثواني لنهاية الكوارتر الثالث من المباراة الحماسية. يعني بيبلوس اذا بده يضل باجواء انه يتاهل على الدور نصف النهائي لازم يربح اليوم على لومنتمن، بينما لومنتمن اذا ربح اليوم بيتاهل مباشره للدور نصف النهائي، لانه اليوم النجم الساحلي التونسي بطل العرب ربح على المجمع البترولي الجزائري، وبالتالي المجموعه الثانيه هيك تشبه المجموعه الاولى. يعني لومنتمن فاز 2 اذا ربح اليوم وسلا رقم مرتين. شوف هون دوين جاكسون، شوفوا هون طبعا بيمزح حتى وبيلعب مع رجال الاطفاء، فوج اطفاء بيروت يلي موجودين كمان دائما هن والدفاع المدني بهالملعب بهالبطوله. كنت عم اقول على المجموعه هومنتمن اذا ربح اليوم بيتاهل هو والنجم الساحلي، ولكن بده يلعبوا اثنيناتهم لنهار السبت الساعه 8:30 على صداره المجموعه. هيدا كله الحكي اذا ربح هومنتمن، لانه بعد في دقيقة و44 ثانية للكوارتر الثالث، الكوارتر الرابع كامل. الخطأ الثالث على اللاعب إلي شمعون،
اوت اوف باوند. الكره راح تكون لمصلحه بيبلوس. اللاعب يلي معه الطابق كلاي تاكر كان عنده عقد بمليون يورو مع ريال مدريد بالوقت يلي بديع سعيد هيئة تعرض لإصابة بديع سعيد بإيده بكل معالج نادي بيبلوس بسرعة بديع بيقوم بسلامة بالإعادة لنشوف شو اللي صار الاحتكاك احتكاك بينه وبين كلاي تاكر رودريك عال رودريك لستيفن راوند 3 جرب يعمل الستير مرة جديدة دوين جاكسون كلاي تاكر عن آرك الثري بوينت صار مرة بيسجل أربعة من سبعة عن آرك الثري بوينت اللاعب كلاي تاكر يلي عم يسجل نقطه ال 14 الفارق بينزل لخمسة مرة جديدة اللي شمعون توصل لعند أتر ماجوك على البوست اللي شمعون اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس وبيسجل اللي شمعون عن ارك 3 بوينتس بسرعة برد على بيبلوس وعلى كلاي تاكر و 66 58 بيرجع الفارق ل 8 رودريك عقل لعند علي كنعان تحت الباسكت ستيفن راونتري بوصلها لعند رودريك عقل كلاي تاكر بيهرب من الديفنس من نقطتين ما بيسجل الريباوند لدوين جاكسون تاني ريباوند بالجيم لدوين جاكسون يلي بيروق الاوفنس لنادي الهومنتمن وجهه في ستيفن راوند 3 عم يفتحوا له الملعب لاعبين نادي الهومنتمن ليعطوه المجال ليقدر يعمل البنتريشن وبينجح بهالشيء هذا اللي كنت عم قلكم اياه جوم جاس طلب من اللاعبين انه يفتحوا الملعب الوقت يلي اوه سوبر دوين جاكسون الليلي سوبر دوين جاكسون ستيل عم يعملها بعد ما سجل نقطته ال 31 واعطى التقدم بفارق 10 نقاط لنادي الهومنتمن على نادي بيبلوس 68 58 يعني هيدا والهومنتمن برجع مذكر عم بيلعبوا من دون هايك ودوين جاكسون بيطلع على يرتاح على البنش علي كنعان بيطلع من الملعب بيدخل بدلا منه علي محمود يعني باخر سبع ثواني بده يطلع الطابه باسرع ما في نادي بيعرف انه جون جايس راح يجرب يعمل بريس بكل الملعب إذا عمل براس بيكون عنده نينات 2 بوينت جاردز يقدروا يطلعوا الطابة يوصلوا فيها بسلام للميل الثاني من الملعب خلينا نشوف شو هيدا اللي عم بيصير هلا شوفوا من وين عم بلش البراس سيفاك علي محمود لعند هاري جروف عن ارك 3 بوينتس وبيسجل هاري جروف بيرجع بيقلص الفارق لتسعة والاسيست السابع لعلي محمود سبعة اسيست لعلي محمود من اصل 17 زيد شو اللي ابرز شيء صار بالكوارتر الثالث من هالجيم؟ صبحي مثل ما انت كنت عم بتقول هلا بالاخر ابرز شيء صار انه علي محمود عم يقدر يتحرك مع فريقه اكثر من اصل 17 اسيست عاملينه فريق بيبلوس هلا هو عنده سبعه من ناحيه فريق هومنتمن ما في هالتيم ورك اللي عم بيصير توتال اسيست لعندهم هن بس 8 اسيست هلا اما على الريباوند فريقين تقريبا اثنيناتهم متعادلين فريق هومنتمن عنده 30 ريباوند لهلا اما فريق بيبلوس 33 ريباوند اكيد وواضح لانه دوين جاكسون عم سجل 31 نقطه لهلا بالجيم حتى على الديفنسيف اند هلا صار عامل يمكن تقريبا 3 ستيلز صحيح بنفس الوقت عم يحط ديفنسيف بريشر رهيبه على حيلا من هو خلينا نقول انه دوين جاكسون بال 31 نقطه هو اعلى سكور لهلا سجله لاعب بمباراته وممكن بعد يطلع اكثر 100% 100% على كل الاحوال مشاهدينا رح نروح لاخر وقفه مع الاعلانات قبل ما نرجع من بعدها للكوارتر الرابع من مباراه الهومنتمن وبيبلوس you
عودي نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لقاعة النادي الرياضي، قاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة، ومباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة، مباراة ضمن المجموعة الثانية اللي بتضم الهومنتمن من لبنان وبيبلوس من لبنان، النجم الساحلي من تونس والمجمع البترولي من الجزائر. الهومنتمن اللي فاز بأول مباراة له على المجمع البترولي الجزائري، بينما بيبلوس تلقى خسارة من بطل العرب النجم الساحلي. اليوم النجم الساحلي اللي ربحه على المجمع البترولي الجزائري والتأهلوا للدور النصف النهائي مثل الرياضي وجمعية سلا. الرياضي حمل لقب البطولة بالمباراة الشهيرة سنة الماضي ب 19 اكتوبر 2015 اللي انتهت باثنين اوفر تايم 115-113 بتسديدة عن ارك 3 بوينتس لأمير سعود. بهالوقت مايك تايلر عم بيسجل، مايك تايلر نقطة 13 بالمباراة، 13 نقطة لمايك تايلر، اللاعب الوحيد اللي وصل على 30 نقطة بهيدي البطولة كان لاعب بيلي كلارك لاعب النجم الساحلي التونسي. ومايك تايلر كان عم يجرب يطلع يستعرض، بينما اليوم دوين جاكسون عم يوصل لنقطته ال 31. تورن اوفر على مايك تايلر، بوسيشن بتنتقل لمصلحة نادي بيبلوس مع رودريك عقل، و كلي تاكر دايما عم يطلب الكتابة، دايما بده اياها لحتى ياخذ الاتام. ستيفن راونتري بده يخترق على الباسكت، بلوك شوت من اتر ماجوك، ولا خطا بيقول رباح نجيم الحكم الدولي اللبناني. رباح نجيم بيقول في خطا على اللاعب اتر ماجوك، الخطا الثالث على اتر ماجوك. بالاعاده عم نشوفهم واضح الخطا، رباح نجيم وعادل خويري ومروان ايجو وربيع المصري، هن الاربع حكام اللبنانيين اللي عم يشاركوا بتحكيم هالبطوله الى جانب الحكام من البحرين، مصر، تونس والجزائر والعراق. 10 نقاط لستيفن راوند 3 مع 5 ريباوندز، والفارق مره جديده عم ينزل ل 9 نقاط. دوين جاكسون عن ارك على 3 بوينتس هالمره ما بيسجل، الريباوند بيكون لكلي تاكر. جرب كريم مشرف يعمل التب بيخلي الكنترول تروح لفريقه، وكلي تاكر عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، طالعين على الفاست بريك الهومنت من دوين جاكسون هالمره بيوقفوا رودريك عقل. يعني لو تركوا رودريك عقل لدوين جاكسون كان كمل بالاستعراض. اوت اوف باوند عند الي شمعون، الي شمعون اوه بطريقه حلوه كثير، الي شمعون بيسجل مع البورد بمساعده اعلى البورد، والفارق بيرجع بيطلع ل 11 نقطه 74-63 لمصلحه الهومنت من على بيبلوس. هارجروف لكلي تاكر، كلي تاكر توصل لعند رودريك عقل، ستيفن راوند 3. ستيفن لاعب عم بيعمل بيرفورمانس ممتاز مع نادي بيبلوس باول مباراه له، 12 نقطه، يعني هو دخل هالمباراه بديل لايباين دودي اللاعب النيجيري اللي ما لعب هالجيم، عنده اصابه خفيفه من المباراه الاولى، بس هاللاعب كمان عمل شغل ممتاز بالوقت يلي دوين جاكسون عم بيرتكب التورن اوفر، فرصه لنادي بيبلوس انه يرجعوا يسكروا الفارق اكثر بمواجهه الهومنتمن. 7 دقائق و51 ثانية لنهايه الكوارتر الرابع من هالجيم. مره جديده بدي اذكر انه بكره مباراه الرياضي اللبناني وجمعيه سلا المغربي راح تكون الساعه 5:30 استثنائيا بدلا من الساعه 8:30. كلي تاكر عن ارك 3 بوينتس كمان ما بيسجل، الريباوند ل ستيفن راوند 3، وهارجروف عم بيستلم مهمه انه يكون البوينت جارد. هارجروف لعند علي كنعان، بلوك شوت جديده من دوين جاكسون، والكنترول من كرم مشرف
اللي شمعون خلى الطابه لمصلحه الهومنت منه. حلو كثير هالباس، ولكن اتر ماجوك ما توقع ابدا من مايك تايلر. لعب له باس حلو لانه كان عيونه على ميل الثاني، وما توقع اتر ماجوك ابدا انه توصل له الطابه. اتر ماجوك هو بيعمل الستيل، البيج جاي هو اللي بيعمل الستيل، وشويه احتكاك بينه وبين علي كنعان العملاق السوداني الاسترالي. يعني علي كنعان رايق كثير، ما بعرف شو اللي صار معه. اتر ماجوك تبديل بصفوف بيبلوس، هنشوفهم بالإعادة عمل الستيل. يعني ما بعرف إذا صار شيء حكي، بس غير الحكي يعني ما بدها هالقد. كرم مشرف لإلي شمعون، كمان كرم مشرف مرة جديدة لعند أتر ماجوك، بيسدد عن آرك التريبوت وبيسجل اللاعب العملاق أتر ماجوك. نقاطه صاروا 18 نقطة مع 3 بلاك شوتس و4 ريباوند و2 اسيست. عم بيعمل بداية نارية مع الهومنتمان. عم بيعمل بداية سوبر منيحة بالوقت يلي نديم سعيد عم يرجع يدخل للملعب بدلا من كرم مشرف. قبل 6 دقائق و27 ثانية الهومنتمان متقدمين ب 12 نقطة 77 65. خلينا نسمع تعليمات المدربين. Now play, you get the ball at the top, okay? Ali is here, Rod is there. We've got two bigs here, right? So let's have Joe here, right? So this is Joe on this side, okay? We run this way, okay? Rod, you go away, okay? Play. And you got the pass, got the pass, that's you. And he got it. Nadim, you have to play team. ست دقائق و 27 ثانية لنهاية الجيم. فاز اكيد يعني كمان اذا بتطلع على الاحصاءات من عند زيد تنير 32 ريباوند للهومنت من مقابل 25 ريباوند لبيبلوس. 6 من 19 للهومنت من عن ارك 3 بوينتس، 12 من 39 39 اتمت، كثير كبير الرقم يلي اخذينه بيبلوس. يلا وهيدي الاتمت رقم 40، يعني بس 40 اتمت مسجلين منهم 13، عم يعتمدوا كثير على ارك 3 بوينتس. يعني هلا الاثنين الاجانب شوترز وسكوررز وبيقدروا دائما ياخذوا اتمت، بس اليوم منهم موفقين بعتقد. بالوقت اللي مايك تايلر عم يتعرض للبلاك شوت من رودريك عقل، مايك تايلر على ارك 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند لجو ابي خرس، والكره لمصلحه بيبلوس. عنده فرصه رودريك عقل والبيبلوس انه يقلص الفارق قدام نادي الهومنت. من كلي تاكر بيسجل من نقطتين، نقطه 19 والفارق عم ينزل لسبع نقاط 77 70. بيرجع بيرد البيبلوس على الجيم، كلي تاكر بخمس نقاط متتالية. مايك تايلر ما بيسجل الريباوند لستيفن راوند 3 يلي بيلتقط الريباوند السابع لإله. كلي تاكر بده يلعب هو الطابة، خلينا نشوف شو راح يكون الحل من عند كلي تاكر. كلي تاكر تورن اوفر على كلي تاكر، طالع نديم سعيد معه اتر ماجوك وبيسجل بكل رواق المتر نديم سعيد مع البورد. بالوقت يلي اتر ماجوك كان ناطر طالع كتريلر لحتى يجرب يعمل الشوت، ستيفن راوندري بيتعرض للخطا، خطا ذكي من الي شمعون لانه سكر له طريقه لستيفن راوندري لانه كان رايح بايزي باسكت. دخول اللاعب هارجروف بدلا من كلي تاكر.
بيطلع بيرتاح على البنش. ميناد بيعرف انه الوقت بعده كثير، 4 دقائق و53 ثانية، وقادر يعمل بعد كامباك ويرجع على المباراة في 79-70. ستيفن بيبرم بيوصلها لجو ابي خرس، وهاري جروف عن ارك على 3 بوينت، صار مره ما بيسجل. الريباوند لدوين جاكسون، 3 من 12 عن ارك، 3 بوينت لهاري جروف. مايك تايلر، التورن اوفر على مايك تايلر على نادي العمانت، من بوسيشن تنتقل لمصلحه بيبلوس قبل 4 دقائق و31 ثانية. يعني برجع بذكر بدايه الجيم عملوا حركه كثير حلوه جمهور نادي العمانت من وقت رفعوا لافته كتبوا عليها سبورت احمد، طبعا قصدا على لاعبهم السابق احمد ابراهيم. انا برجع كمان بذكر مثل ما قلت ببدايه الجيم، احمد ابراهيم لو غلط لازم الكل يجرب يساعده ليخفف عقوبه السنتين عنه. احمد لاعب ممتاز، لاعب مكسب، حرام يوقف سنتين بعز عطائه. تورن اوفر تاني على التوالي على الهومنت من هاري جروف، بده يجرب ياخذ الاتمت هاري جروف. خلينا نشوف هون مين رح ياخذ الاتمت هالمره. رودريك عقل ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس. اتر ماجوك بيلتقط الريباوند مايك تايلر، في ووكينج ثالث تورن اوفر على التوالي على الهومنت من، في ضياع بصفوف الهومنت من بهالدقائق، ما عم يستغلوا نادي بيبلوس لانه بيبلوس بعدهم عم ينزلوا يوقفوا على السيت اوفنس وياخذوا اتمت عن ارك 3 بوينتس. يعني الهومنتمن في عندهم ضياع واضح على الاوفنس باخر دقيقه ونص من اللي قطعوا من هالكوارتر. لي تاكر رجع دخل لارض الملعب، بيوصلها لعند هاري جروف. هاري جروف بيخترق ما بيسجل، الريباوند لكرم مشرف، الريباوند رقم 11 من اصل 35 ريباوند هلا التقطوهم الهومنتمن، التقطوا اللاعب كرم مشرف. إن هاللاعب قديش بيكون دوره مهم بالبلان اللي بيكون راسمها للجيم. جون جايز لاعب مسجل بس نقطتين بس عامل له 11 ريباوند، عم يعمل جود ديفنس، بيعمل جود بوكسينج اوت. كلاي تاكر عم يطلع الطابه لمصلحه بيبلوس. كلاي تاكر لعند علي محمود من نقطتين، علي ما بيسجل، الكرة راح تكون لمصلحة نادي الهومنت من اوت اوف باوند. دقيقتين و57 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع ونهاية الجيم. مايك تايلر، مايك تايلر هون لازم يلعب الثواني للآخر 24 ثانية، وهيك اللي واضح عم يطلعوا بكل رواق الهومنت من على السيت اوفنس. كرم مشرف لعند دوين جاكسون، معه جو ابي خرس. دوين جاكسون، دوين بجرب يبرم ما بيسجل على جو ابي خرس، ما بيعمل كنترول بالشكل المطلوب جو ابي خرس، والبوسيشن راح تبقى لمصلحه الهومنت من اوت اوف باوند. مايك تايلر عن ارك على 3 بوينت بوقتها، بيعمل الفارق 12 وعم يصعب المهمة على بيبلوس. 7 من 22 عن ارك 3 بوينتس للنادي الهومنتمن، 2 من 7 لمايك تايلر. بالوقت يلي هاري جروف مرة جديدة عم بيلتقط الطابة، كلاي تاكر شو راح يكون الحل؟ هاري جروف عن ارك ال 3 بوينتس كمان ما بيسجل، ولكن جو ابي خرس بيلتقط الريباوند الخامس له. كلاي تاكر مره جديده عن ارك ال 3 بوينتس بيسجل 6 من 13 نقطته ال 22 للاعب كلاي تاكر، 14 من 44 اتمت. ثلاثة وسبعين 82 فارق بينزل ل
تسع نقاط. مايك تايلر بجو في علي محمود بده يخترق على الباسكت وبيحصل على الخطأ الرابع على علي محمود، أربع أخطاء على علي محمود. فإذا كلاي تاكر ثاني أفضل سكورر بالجيم بعد دوين جاكسون معه 31 نقطة، كلاي تاكر 22 نقطة، داريوس هاريغروف 20 نقطة، أتر ماجوك 18 نقطة، ومايك تايلر 16 نقطة. هو الباست سكوررز بالجيم لهلا. دقيقة ونص لنهاية الجيم. الريباوند كرم مشرف عم يجرب دايما على كل طابة بتلاقي ايده ما شاء الله قدام الطابة ليجرب يلتقط الريباوند. داريس هاريغروف، هاريغروف بيعملوا تراب عليه لهاريغروف، علي كنعان لجو ابي خرس عن ارك الثري بوينتس، ما بيسجل جو ابي خرس عن ارك الثري بوينتس، والطابه رح يكون في خطا لمايك تايلر. الامور عم تصعب على نادي بيبلوس. دقيقه وثانيتين، خمس اخطاء على علي محمود. بيطلع علي محمود من الملعب بخمس اخطاء، مايك تايلر رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. يعني اذا سجل مايك تايلر صعب، صارت كثير على بيبلوس. بديع سعيد راح يدخل لارض الملعب. الهومات من يلي بطريقه لتحقيق فوزه الثاني باولى مشاركاته بدوره حسام الدين الحريري الدوليه بنسختها 26، البطوله اللي انطلقت عام 1990، واول جيم لها كانت بمجمع الحريري الرياضي بصيدا. بوقتها شارك نادي الفضا بفريق ضم لاعبين عده من نجوم الباسكت، طوني بارود، الي مشنتف، الي فواز بوقتها. واول لقب بهالبطوله بال90 كان من نصيب نادي الاتحاد الحلبي السوري. كرة اوت اوف باوند لمصلحة نديم سعيد والهومنتمن. بده يلعب على الرواق نديم سعيد، عم يطلب من مايك تايلر لعب الثواني للاخر. هذا الشيء اللي عم يعمله مايك تايلر، بيهرب من الديفنس. يا بيسجل مايك تايلر، بيسجل بالوقت اللي الكوتش نيناد عم يطلب تايم اوت. مايك تايلر عم يسجل نقطة 18، وخلص صارت صعبة كثير كثير على بيبلوس، كثير صعبة. على كل الاحوال مباراة الهومنتمن القادمة وكمان بيبلوس، بيبلوس بيلعب السبت الساعة 5:30 بعد الظهر بمواجهة مجمع البترول الجزائري، بينما هومنتمن بيلعب نهار السبت الساعة 8:30 ليلا بالسهرة بمواجهة نادي النجم الساحلي التونسي. ٤٨ ثانية فإذا لنهاية الجيم. هومنتمن يلي عم بيعملوا بطولة ممتازة بدورة حسام الدين الحريري، البطولة يلي صارت دولية من السنة الماضية بمشاركة نادي ايك بترولينا لارنكا القبرصي. هالسنة كان في موافقة لمشاركة فريق من فرنسا، فريق من اليونان، وايك بترولينا لارنكا، ولكن وقتها تعدل توقيت البطولة من أول أكتوبر لآخر أكتوبر. كل اللي بيعرفوا باسكت بيعرفوا أنه اليورو ليج ببلش، والفرق يلي كان منحكى معهم ليجوا هن من اللي بيلعبوا باليورو ليج السنة الجاي. من هلا عم ينشغل على التايمينج ليكون في فرق من اليورو ليج بلبنان بقاعة الرئيس صقر سليم، بمشاركة كمان فرق لبنانية وعربية. كرة لمين عم بيكون التورن اوفر على نادي بيبلوس، تورن اوفر على نادي بيبلوس. 40 ثانية والتايم اوت جديد للكوتش نيناد. ما
اخر ثواني على الكوارتر الرابع والجيم. دوين جاكسون، دوين بيهرب من الديفنس. اوه باي طريقه كان عم بيجرب يسجل دوين جاكسون، وبيحصل على الخطا صاحب ال 31 نقطه بجيم اليوم. 20 ثانيه لنهايه الجيم، دوين جاكسون بيسجل الاول نقطه ال 32، 5 من 5 نسبه ال 100% على الفري ثرو لاين، 14 من 20 على الفري ثرو لاين لنادي الهومنتمن. بيبلس وقفوا ثلاث مرات بس على الفري ثرو لاين، 3 من 3. وعاري جروف جرب يوصلها لكلاي تاكر، ولكن ستيل من نادي الهومنتمن. دوين جاكسون عن ارك الثري بوينتس، دوين جاكسون بيسجل. دوين جاكسون وشو شو دايما جيز، 35 نقطة لصاحب الرقم 32 دوين جاكسون، 88-73. كرم مشرف ودوين جاكسون على البنش. اخر ثواني الجيم، علي كنعان بده يجرب رودريك عقل يسجل عن ارك الثري بوينتس، وبينجح رودريك عقل مع نهاية الجيم. فإذا مشاهدينا المباراة يلي عم تنتهي بنتيجة 88-76. على كل الأحوال بدي أتشكر كل اللي تابعونا للوقت، ملتقينا معكم بتجدد بكرة. تحياتي لألكم معلق المباراة صبحي بلوي، تحيات زيد تنير على الستاتس، وتحيات الزميل إبراهيم مقداش المخرج. شكرا لألكم، تصبحوا على خير. Hit no AP.